لمزيد من الإيضاح والتبيان بشأن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق عن الحملة التي وصفها البيان بالعنصرية على المسلمين في الهند، معنا هاتفيا من عمان مقرر القسم السياسي في الهيئة الدكتور ثامر العلواني. مرحبا بكم دكتور ثامر. إذن في بيانكم المتعلق بالحملة والتي وصفتموها بالعنصرية على المسلمين في الهند، أكدتم أنها حملة ممنهجة على المسلمين. ما الشواهد أن القرار يمنع الحجاب في المدارس يأتي ضمن حملة ممنهجة كما ذكرتم؟ حياكم الله أخي الكريم، ومرحبا بكم بمشاهدي قناة تفاصيل الأكان. حقيقة هناك مخاوف حقيقية عند المسلمين أو الأقلية المسلمة في الهند، لأنهم يتعرضون إلى اضطهاد ممنهج ومتزايد في ظل الحكومة الهندوسية القومية بزعامة رئيس الوزراء مودي. يعني منذ أشهر تقريبا هناك حملة الآن تشن على من يرتدين الحجاب في المدارس والكليات وفي الجامعات من المسلمات التي تلتزم بحجابها الذي هو شعيرة من شعائر الدين الإسلامي. هناك حملة ممنهجة ضد هذا اللباس، وحكومة ماندي أو إحدى الولايات بدأت بمنع ارتداء الحجاب للمسلمات ومنعهم من دخول الجامعات ومنعهم من دخول المدارس. وهذا طبعا بموجب القانون الدولي هو انتهاك لحقوق الإنسان ولحقوق المرأة في التعبير عن لبسها، في حرية التعبير عن رأيها وعن لبسها وعن معتقداتها. ولذلك هناك انتهاكات مستمرة وهي لم تكن الأولى. فالعام الماضي شهدنا هناك تهجير قسري للمسلمين في إحدى الولايات الهندية لأنهم مسلمون، وعلى هذا الأساس تم قتل أكثر من 3 أشخاص بدوافع عنصرية، دوافع للحكومة مودي الذي هو يحمل في فكره العداء للإسلام والمسلمين. إذن من هذا المنطلق، ألا يتحمل القضاء في الهند مسؤولية تمرير القرار ثم الاشتراك في حملة اضطهاد المسلمين؟ حقيقة للأسف القضاء يعتبر مشترك في هذه الجريمة التي هي ضد حقوق الإنسان في الهند سواء كانوا مسلمين أو غيرهم، لأن القضاء عندما رفعت إليه دعوة بإبطال هذا القرار الذي أصدرته إحدى الولايات في منع الطالبات من دخول المدارس والجامعات في زيهن أو لبس شيء على رأسهن، القضاء كان المفترض به أن يصدر، خصوصا أن الأمر هو ينتهك قوانين حرية اللبس وقوانين أيضا الهندية التي هي تتبع القوانين الدولية، ولم تصدر أي شيء، وإنما نومت كما يقولون أو احتفظت على الدعوة أمامها ولم تحرك الدعوة إلى يومنا هذا، لأنهم يحملون في فكرهم العنصري التمييزي بأنهم يريدون أن يضطهدوا المسلمين أكثر وأكثر، وإلا كان المفترض بالقضاء أن يصدر مباشرة حكما بإبطال هذا القرار الذي صدر من إحدى حكومات الولايات في الهند. في تسويق لهذا الحكم ذكر الحزب الحاكم أن الحجاب يعني بيزعج المساواة بحسب تعبير الحزب ويرسخ التمييز للأقلية ويعني المسلمين. كيف ترى هذا التسويق؟ هل يوافق العقل أو العرف؟ بلا شك هذا منطق مخالف للعقل، مخالف للعرف، لأنه اضطهاد وإجبار للفتيات على كشف رؤوسهن أو إجبارهن على لباس معين، بينما كل القوانين الدولية تدعو إلى أن هناك حرية في لباس الفتيات في المدارس في إطار معين وليس في الإطار العام، ولا تجبرهن على لباس معين. فالإجبار هو انتهاك لحقوق الإنسان كما هو معلوم دوليا. دعوتم العالم العربي ولا سيما الإسلامي أيضا إلى مساندة المسلمين للهند، ما الواجب الآن على المسلمين من هيئات أو منظمات حكومية وغير حكومية تجاه هذه الهجمة الشرسة على المسلمين في الهند؟
حقيقة كان بيان الهيئة واضح اليوم في أنه يدعو المنظمات والحكومات الإسلامية إلى أن تقف موقف جاد وحقيقي ضد الانتهاكات والاضطهادات التي يتعرض لها المسلمون في الهند، وهذه تأتي إما يعني بداية بطريق التنديد لهذه القرارات عن طريق الحكومات المسلمة والعربية، وأيضا ثم إذا لم تقدم الهند على إيقاف هذه القرارات وهذه التجاوزات وهذه الاضطهادات المتكررة ضد المسلمين، فواجب على هذه المنظمات وهذه الحكومات أن تعاقب الهند اقتصاديا وأن تمنع استيراد البضائع الهندية، خصوصا لو علمنا أن البضائع والصادرات الهندية إلى البلاد الإسلامية والعربية كبيرة جدا، بالإضافة إلى وجود هناك صادرات من البلدان العربية والمسلمة إلى الهند، وهذا يؤثر قطعيا لو كانت الحكومات والأنظمة جادة في الوقوف ضد هذه الانتهاكات وهذه القرارات التي يتعرض لها المسلمون في الهند. نعم، إذن هاتفيا من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين دكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لكم.